السلام عليكم، معكم حمزة من ميزولايت. اليوم غادي نطاقو بروبليم رقم 11 تاع بروجيكت ايرور. عطاونا الجدول، هذا هو الحجم تاع الجدول، اش 20/20. قال لك جدول فيه كشغل اعداد، قال لك the product of these numbers، سما قال لك البرودوي تاع هاد الاربع اعداد اللي راهم هاد الاعداد الحمراء، هذا هو البرودوي تاعهم. بعدها قال لك القالي البرودوي الكاع الكبير اللي هنا في هاد الجدول، سواء زعما من تحت لفوق والفوق لتحت، ولا غوش دروات دروات غوش، ودياغونال كيما هنا دوكا راه دياغونال، ياك. سما راه نقرا البرودوي تاع أربع أعداد اللي راهم في هذا الجدول كاع الكبيرة فيهم. دونك نروحو للكود سي بلس بلس. اش غادي نسحقو؟ نسحقو unsigned int. unsigned صافي دير غادي يكون عدد موجب، خاطش حنا عندنا غير أعداد موجبة. نصنعو variable سموه max، نحطو في زيرو، ياك. ونزيدو نصنعو فاريابل واحدة أخرى سموها product، تما غادي نحطو فيها ال البرودوي تاعنا، ياك. دركا خاصنا نصنعو كيشغل جدول، ياك. وجدول نسموه grid، هداك الجدول فيه 20 كيشغل الطول، العرض والطول 20، ياك. معك دوكا البروبلام هي دوكا هي سوا تنجم تصنع بروغرامي شغل يقرا لك هاد تسموه يقراهم لك، سوا حنا نردوه زعما خفيف دريبس كود سي بلس بلس. غادي نحل نوت باد نحطها هنايا، وباش نصنعو جدول كي شغل هنا نزيدو فاصله بيناتهم، ياك، بالاعداد هذه. ثم نحوس على الرقم، غادي نحوس على اسباس ون رومبلاسيه بفاصلة اسباس، نقول لها ريبليس ال. نقرا منا ريبليس ال، ياك. ومن بعد غادي نستعمل ريغولار اكسبريشنز، ما تنساوش تدرك على هذه ريغولار اكسبريشنز. غادي نقول له فايند وات، هذه صافي دير لو ديبي تاع السطر، سما غادي ديبي تاع السطر غادي ياجوتي له شغل هذا الكاركتر هذا، ونقول له ريبليس اول، فوالا زدهم لي. بعد خاصني الفان تاع السطر نزيد لها هذه، فوالا كيما هكا. هذه بيان سور لقنا نحيها باسكو التاليه، ونكوبيها نحطها هنايا. ايه حاجه واحده اخرى، الاعداد كسموه اعداد مقشي كي يبدا بزيرو غادي يحسبها اوكتال، وحنا خصنا ديسيمال، تما خصنا نقلعو ال the leading zero، العدد اللي يبداو بالزيرو نقلعو الزيرو هذاك، نقولو القالي زيرو، وحط العدد اللي موراه، وابري رومبلاسيه بهذا العدد اللي لقيته هنايا. دونك غادي يبقى اعداد اللي يبداو بالزيرو و يبداو بالزيرو، نجمو نديرو كيما هاكا زيرو نف، يبداو بالزيرو وعندهم عدد موراه، هداك العدد اللي موراه غادي نحطوه في جروب ا. من بعد نقولو له هداك اللي لقيته في جروب ا حطه تماك، سما اوني في سما غادي يقلع لنا هداك الزيرو هداك في بلاصة الزيرو هداك، نقولو اسباس كيما هاكا ريبليس ا، فوالا. نروحو للكود تاعنا كيما هكا، فوالا. نرجعو
نجمو تاني كن صنعو فاريا سموها int length، نحطو هنا ونحطو هنا length زعما خطر جاية من تخلي الطابلو هذا يكبر نجم نبدلو هذا الفاريابل هنا. ولكن المشكلة غادي يكون سي نكومبيلوه دركا غادي يعطونا ايرور، على خاطرش هذا الكسمو ما نجموش نديرو هاد ديكلاري شغل الطابلو ديناميكمون كيما هكا، شغل لقي الكومبايلر يعرف زعما الكسمو الطول والعرض تاع الكسمو تاع الجدول. دونك نديكلارو كوم كونستانت دركا نورمالمون يكومبيلي. بون بروبليم فينيشيت ويت اكزيت كود زيرو، سما سي بيان راه سون ايرور. دركا خاصنا اللوجيك باش نفوتو على هاد الطابلو، نفوتو عليه حبة بحبة ياك، وكل خطرة ما نفوتو عليه باغ اكزومبل نفوتو كونو كي نكونو هنايا باغ اكزومبل نكونو هنا لاقو نشوفو زعما الى الى البرودوي تاع هاد الربع اعداد هادو الى نحسبو هاد البرودوي هذاك ونشوفوه الى راه كبير على الماكس. الى كبير على الماكس غادي هو يكون الماكس بيان سور، ما خصناش نشوفو غير هادي لقيت لك نشوفو البرودوي تاع هاد الاعداد برودوي تاع 289429 وكذلك اللي تحته وثاني دياغونال. دونك غادي يكون عندنا وقيلا 8K وقيلا 8K. نصنعوا اللوب فور انت y نبداو بيان سور عند زيرو ياك غادي يكون صغير على الطول هذاك بيان سور، كل خطرة نزيدو واحد بيسك من هذا الجدول هذا الاراي الطابلو هذا من هو 2D دو ديمونسيون غادي يسمى يكون عندنا دو فور لوب اكس اصغر من لينث كل خطرة اكس نزيدو لها واحد فوالا. دركا كل خطرة ما يكمل اللوب غادي يفوت لنا على كل الاعداد هادو يفوت عليهم كاع. دركا نصنع كيس 1 ياك نقولو كيس 1 هي من غوش لدروات باش نقولو اف اكس بلس 3 اصغر من لينث نديرو حاجة على نقولو اكس بلس 3 اصغر من لينث علاه خاطرش كي تكون هنايا ولا هنا باريسون منجموش ملقش نحسبو هنا من الكوش الدروات باسكو مكاش اربعة اعداد هنايا. دونك كي غادي يوصل لهنا غادي هاد الكاز هذا غادي في غادي ما يحسبهش البرودوي برودكت يكون هذاك العدد اللي يكونوا فيه فوا جريد اكس بلس ان ياك فوا جريد اي جريد اكس بلس دو فوا جريد اي جريد اكس بلس تروا ياك. واش رانا نقولو هنا باريزوب يكون هنايا غادي يقدر إيكغيك في اللوب الأول يكون إيكغيك زيرو ياك وهنا باريزوب يكون إكس زيرو غادي يشوف الكاز هنا إلى إكس بلس 3 أصغر من لينث إكس بلس 3 يكون كيكون هنا يكون صغير من الطول هذا. دونك غادي يحسب العدد هذا يضربه في هذا يزيد يضربه في هذا ويزيد يضربه في هذا كذلك يوصل زعما اللوب كي يوصل هنا غادي تاني كي يسيد يضرب هادو وهنايا ما غاديش يديرها
هنا باسكو اكسيمو غادي اكس بلس 3 يكون كبير على الطول هذا ياك. و اف الى البرودوي كان كبير على ماكس شنديرو لو ماكس يكون البرودوي ياك. دركا left to right اوفا ماشي نجمو نكتبو right كيما هكا. دركا غادي نسيو الدوزيام كاز هي ا غوش كذلك اكس موان 3 يكون اصغر من الطول هادي كوبي كوليها دونك في بلاص من نزيدو هنا نزيدو بلس ان نقصو واحد فوالا كيما هكا من تروا اش راه يقول راه يقول لك انسايد ها سيدي انسايد كيما هكا فوالا. دوزيام كاز يكونوا منا يروح اغوش يحسب البرودوي تاع هادو تسمى في الحقيقة رانا نكتبو في سكريبت تاع بريد فورس زعما غادي يشوف كاع لي كاز كاع يشوف فيهم الى ينجم يحسب البرودوي الى يلقى البرودوي يشوف الى الكبير على الماكس كاز 3 كاز 3 نقولو غادي يحسب للفوق كذلك كوبي كولي دركا الكاس 3 لقن في بلاصه ندير حسابات بالاكس لقن نشوفو مع الايكغيك دونك ايكغيك موان 3 ايوا هنا في بلاصه مال لانت اللي غيكون كسمو يكون كبير على الزيرو سمحولي علاه باسكو كي تكون باغ اكزومبل هنايا اكس يكون هنا 2 وكي تكون اكس موان 3 2 موان 3 موان 1 موان 1 كبير على الزيرو دونك غادي سي با بيان كذلك هنايا كي يكون الطوب كبير على الزيرو فوالا وهنا في بلاص من نخدمو بالاكس نخدمو بالايكغيك ودائما نشوفو اف برودكت كبير على الماكس كاز نيميرو 4 باتم شوفو التحت كذلك في بلاست يغريك موان 3 نديرو اكس بلس 3 و بيان سور يكون صغير على اللانت فوالا وهنا في بلاصه ما نقصو واحد وخطر نزيدو واحد علاه كي تكون باغ اكزومبل هنايا وخطر تزيد واحد ايكغيك 1 بلس 1 بلس 1 هيك بون دركا درنا 4 كاس بصح قالك تاني قالك دير دياغونال و دياغونال تاني نديرو لهم كاس تاعهم بار اكزوم كاس 5 كاس 5 نقولو اف بيسكو غادي نخدمو دياغونال لقا يكون عندنا دو كونديسيون علاه باسكو كي تكون باغ اكزومبل هنا الا تشوف كي تبغي تشوف هنا الفوق الا تشوف زعما الاكس والايكغيك في زوج دونك كاس 5 نقولو اكس بلس 3 ياك و يكون دقيق يكون صغير على اللنت و
إجراك بلس 3 يكون صغير على length. Voilà. Product is equal to great. خلينا كوبي كولي كما هكا كوبي كولي في بلاصة هنا تاني كنزيدو لها بلوس ان بلوس دو بلوس تروا ياك كي نقولو اكس بلوس تروا و ايكغيك بلوس تروا تما غادي نحسبو كيما هكا غادي من الفوق نهودو التحت كيما هكا دياغونال ياك تما نقولو باتام رايت سيو كاسيس باتام ليفت ياك نكوبي هادو دونك في بلاصة ما ال x يزيد x غادي ينقص x ناقص 3 اللي غيكون كبير على الزيرو ياك قلنا في بلاصة x ما يزيد ينقص هنا دونك نقصو لها واحد نقصو لها دو نقصو لها تروا بوتوم ليفت كاز نيميرو 7 عندنا كاز نيميرو 8 بيان سور كوبي كولي دونك نيميرو 7 نقولو توب رايت على غادي نكونو باغ اكزومبل هنايا غادي يطلع يشوف هذا البرودوي تاع هذا الربعه توب رايت تسمى الإيكغيك غادي ينقص ولا غيكون كبير على الزيرو فوالا كيما هكا قلنا إيكغيك ينقص نقصو لهنا واحد هنا دو هنا تروا وعندنا كاز ويت توب ليفت كوبيو من هذه غادي إيكغيك ينقص والإكس ينقص كبير على الزيرو كيما هكا تسمى باغ إكزومبل كون هنايا غادي يطلع هكا عكوش من فوق قلنا إكس ينقص تانيك والإيكغيك تانيك ينقص بصح ديجا كتبناه شوف كيما هكا نخرجو هنا في اللوب باش نكتبو نعرفيشو الريزولتا اند لاين نشير نقرا فوالا هذا هو الريزولتا دونك ريكاب ملخص صنعنا فاريابل ماكس وفاريابل برودكت سي لو برودوي وفاريابل لينث رديناه كونستانت باسكو زعما هذا الفاريابل اللي فيكس في البروغرام تاعنا الماكس نحطو فيه العدد الكبير كاع اللي لقيناه والبرودوي هي كشغل عدد هاد ال variables كشغل temporary تما كنحطو في الحسابات تاعنا عندنا طابلو دو ديمونسيونيل تاع الأعداد هادو ياك وهداك الطابلو نجمو زعما نفوتو عليه ب دو فور لوب زوج تاع لي فور لوب بالانجلي يقولو لها nested فور لوبس nested فور لوب وفي هذا اللوب غادي نقولو y تيغا 0 y اصغر من الطول كل خطره y يكبر بواحد
كذلك ال x. دونك غادي فور لوب غادي نبداو y يكون 0 غادي نبداو من الفوق ونهودو ياك، وكل خطرة ال x يكبر غادي نروحو من كوش للدروات كيما هكا. دونك عندنا وي كاز ياك، ونقولو كيما كاز هادي رايت شد دايره هادي، غادي تحسب زعما تضرب هاد باغ اكزومبل كي تكون هنا غادي 22 هادي غادي تضرب اربع اعداد هادو تضربهم كيما في رحبة تضربهم في بعضياتهم وتلقى البرودوي. اذا البرودوي هذاك كبير على الماكس باغ اكزومبل في هاد الخطره يكون 0 غادي يكون كبير عليه، غادي الماكس يكون هذا البرودوي. بصح باغ اكزومبل غادي يلقى هنا برودوي واحد اخر كبير على الماكس اللي لقيناه هنا، غادي الماكس يولي هذا البرودوي. دونك حتى نلقاو الماكس الكبير كاع و بيان سور على فان افيشو. جيسبر عجبتكم هذه الحلقه، و الى الحلقه القادمه ان شاء الله. ميزو لايت، السلام عليكم.